خذ خذ ها يلا يلا بس ولدي بس انا جبني انا ماشي خبز براتا خبز براتا خبز براتا عيال فقر عيال فقر اقول اختي ميزه هاي الاقله شو يسمونها هذا الله يسلمك يا اخوي اسمها مكرونه بفواكه البحر عن هالخريط هذا يا ميزه بس اسعد الله هديش شفت ان ما نعرف شيء قلت بخرط عليهم وين بعد انا لا اشوف فواكه ولا شيء الا اشوف الا محار ونقاره انتوا الاثنين لما انتوا تاكلون انتوا ساكتين ولا اظهروا برا ها انتوا ايش عرفكم انتوا ايش عرفكم في الاكل اكلوا انتوا ساكتين انا ما قلت تسوي له هذيل مشبوس خنان ولا مالح في قاعته ولا موغر هاش وين وفواكه البحر وين لا تاكلون مبدعين كذي بتغصون لا ترمسون تاكلون تفضل يدخلون دخن يلا يا ميره ما بكذي ما بكذي ناكل ما يبون الدخول على الاكل وهذا المتخيل ايش بنات انت زين ليش تعصب علي امي اللي قالت مش كل شيء تقوله اقول ميره هذيل مو مال دخون هذيل يبي 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 المدخن خليني بحطه تحتيه بتدخن به يبي من هالعين قبل هالعين ايه كم خوال عندي انا كم خوال خالي قلنا لك بنون المربوطه ان شاء الله ان شاء الله تفضل خالي هاي لما سي فود هذيلا هاي لما سي فود والله انه بطره والله بطره اقول عنبو يعني تاكل وتتدخن في ان واحد شامبو الله يهداك يا اخوي سهل شوي شوي على عمرك عن تحترق انت ولا الزوليه غريب غريب بلا قطع الريان دحى دحى لا يموت علينا كل منك كل منك انا ابو خلي الريان يدخن الله يهديك يا غريب يا سلسل الشراقه في الحاله اعوذ بالله منكم من زبالك ادخن اخوي ادخن وخف صنانك ادخن شو يدخن ما يدخن والاكل وهذا بوقت واحد ايش بناكم انتم سهيل اروح ابوي عقبه طالع كندورك كم احترقت سهيل طالع اسمعني ودر لك طالع كندورك كم احترقت ما تروح العقبه ايش هذا شايفه ما شادي شو شو حرقت البيت سر الحباب سر الحباب شل المدخن اتلاحق يا المدخن هناك لا نحترق هذا ركفوا هذا ركفوا واحد يحسبوا بذين دوك عبيد شو هاللعبة هذه بخبركم هذه مريم وين نحن ورانا درب العين ما بنتنفح كل نغوبنا هني يا ريال كله محرج ومغيظ بارك الله فيك بتي البنية حين وبتسيرون شحق بستعين بلاك انت يا اخوي صبران جذر الله يهديك ماكل قرصك ني انا حين انا شو عليك جوره خذ لك شقفه العماره ويلس بالهاي لعبونه هاي الله يهديك يا اخوي ذبحنا هذا اللي اسمه سعيد يا اخوي اجتلنا ضارب ذاك الشارع بتقول خطامنا قديم كل يوم يقول لي بيظهر حد وبيبك بيظهر حد وبيبك منك ولا شيء منه سوسو اقصد صبران انا جاهزه يلا نسير نسير ها ابوي تفضلوا هذا الكيك تفضلوا الا اقول ام احمد اشوف الدنيا مورده عندكم هني والورود في كل بقعه ربانكم فاتحين لكم حديقه في البيت والله عطال عمرك الواحد لازم شوي يريح عينه وبعدين على ما قال غريب الورد بهجه الحياه منش حاشا ما حد ينش غيري انا افتح الباب قر 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 خلي يعني افتح الباب وش لك بالباب انت ليش قر قر خلني انا افتح الباب ياك ياك سلام عليك زبران مرحبا يا اللوبي ايش حالك خير الله يعافيك اليوم اشوف صفاصيف في ايدك قلع عينك صفاصيف هيلة انت ابوي تربي طيور على عيني وراسي وشواهينك هي لكن انا بعد لي هذيلا بعد ترى بنادل انا ربي هي هاي من حق عموتي ميته نعم ها عادي معي غردن وابوي اسمح انت اسمح افا عليش عمو كيف ما يغردن هذيلا هذيلا يغردن الا قولي نابحن هذيلا ويسوين ترى للي ترى للي 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 يسوين هذيلا شو اللعبه هاي الجرس حط فيها جرس ويش بلابلي هذيلا يسوون هكذا يغردن ولا ينابحن لا يغردن يغردن ترى للي بس هاي مشكلتي شيء واحد شوف هاي بس يرقدن من الظهر الين المغرب
وياخذ شويه قيلوله الين الفير ها ونشل لك باليوم الثاني الفير هي بس ما يخليكم بياذوكم اذى ويسوين كرللي للي للي شو ياذن كذا لو ميتين احسن من الليل لين الصبح راقدين شو حرس اسواق ذيلا مناوبه عندهم شو خاطركم نحن ما نسير ورانا درب العيد وين وين صبر بحط لكم صينيه فاهيتا اقول اختي حطينا شوي من الباهيتا انا واخوي بنتسلى عليه في الدرب ونحن سايرين راس الخيمه اقول اختي شو هذا الباهيتا عبد الله شو هذا الباهيتا عبد الله ونتسلى ونتقرض فيه لي راس خيمه شو تاخذون البوب وياكم فاهيتا فاهيتا بباهيتا باهيتا هذاك هناك فاهيتا اكل 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 تعرفي فاهيتا اعرفه 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 كيف قال انا كنت اعرفه 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 شو فاهيتا يلا قول لي ما انت قول لي انت قول لي هم انا ما قول لي قول لي اكله اسبانيه هذه اكله اسبانيه يا رجال هذول شنو من الاكلات اسبانيه ولا ما بسبانيه هذول ويوهم قرص يا رجال ولا بعد ما حرق نسي 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 الا اقول ام احمد سمحي لي عاد بشل وحده من هالورد هذه لا حق الموتى حلالك يا ابوي حلالك ام احمد يبي يروح لبعدنا يبغي لنا هذا من هالصوب باغت ورد يبي يقطعنا السماسيم هناك في بيتنا كله قاف وجد وما ادري شو كلنا يم ابن ابوي هالسماسيم الله الله فينا شلو شلو اقول لك شلو مره شلو 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 مره شلو شو مالك انت وابوي انش حرام ما نشت الباب انا بهده شو لازم يخصني انا عمي حرام لا تجود الحين انا بهد الباب حرام ما تنشوا يود ادخل ما بيعطيك حرام يودهم لي يودهم ما تنشوا الباب انا هده اربطهم صناقل هذيله سلام عليكم هلا قولي ايش حالك زين شو اخباركم خير الحمد لله زينين الحمد لله خبرك ميسه هني هي موجوده هكينا زين خبري هاي الريالات جايين يبون فلوس وماما هي ريالات ويبوهم ويبو فلوس وماما ريالات يبوش ريالات يبوش ريالات ها قولي شو شوفي شو اخبارك زينة ماما انا الحمد لله بخير اخبرك هذا الريالات جايين مال ورد هذا يبون فلوسهم ماما 12200 كم استغفر الله 12200 انت يعني شو رايك الحين تدفع للريال وانا بعدين اتفاهم معه من وين يبلش عمو خبلتي بلي خبلت راس من وين يبلش فلوس من وين ترى توني يبلش بلابل 1500 درهم عمي غريب تعال 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 خير شو مستوي قول ماشي انت سيري اسمك انا في شعب انك قولي يا حقينا عمو وش فيش مستحيا من الريلش هذا قولي لي حق وش ما تقولي قولي لي قولي لي شوف قولي لي شو قولوا لي قولي لي قولي لي شو قولوا قولوا قولي قولي لي لا شو عندكم انتو زاربو ما تجنجا كردني على الريال يبغي فلوس همال وارد شطنين على دقاء حميتو جنجا كردني بلا شنا فهمم الريال يبغي فلوس من 12000 دويس درهم أنا ودي أصدق بس مو بقادر صحيح والله أقول لك شو ما صدق صدق الريال يبي 12200 درهم 12200 درهم مال شو مال فرد نبو 12000 درهم على الورد 25000 درهم على الأكل والدخون والعود والعطور مالك هالمبلغ هذا كله في ظرف أسبوع واحد اندوك غريب شي تبى تاكل ببلاش ضبابة بنتك هاي صارفة في ظرف اسبوع 37000 درهم مو بنتي قلت انت كده مو بهذا كلامك انا العيد انا قلت انت كده هي قلت وكنت دومك تشجعني وما تقول اي شيء وانت تشوف كل شيء قدامك الورد وتشم الريحه وتاكل وما تقول شيء يعني الحين يعني الحين 37000 درهم في اسبوع تصرفينهن جي انا منو انت منو بعد غريب الغش عشان انا الغش تستوون غشاشين وتغشوني اندوك غريب عاد اسمعني لا تجلس تلوم بنتي مو بنتي قلت لها تبى تعيش عيشة الملوك تبى تشم الريح الحلوة وتبى تسمع صوت البلابل وتبى تاكل حلويات وتبى الطيب جي اتحسب هذا ببلاش نق ابويه من جيبك نعم انا السبب في كل هذا انا الصراحه حبيت ارضيك بعدين انت دومك تعايرني انت مهمله ومو بعيب انك شيء انت لازم تفهم ان الاهتمام يباله بيزات وانا كنت قبل احافظ على بيزاتك بس عاد الحين يوم تبى الراحه ادفع
يكون بعد طالبه شيء اتحمل اي تكونين طالبه شيء باروقك وياه. سير 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 طالعها من اللاهوت بعد جاي النكاحين سير. زيد. السلام عليك النسيب. يا مرحبا سبران. هاي بنتك ويا ابنها، شيء في خاطرك؟ تخلص شوف شيء في خاطرك، تعال يا ابوي خذ لك فنجان قهوه تراك انت دوم متصوع. يا الله يا ابو احمد يوم تطريني القهوه تقول ضاربني بمنحاز في راسي، اسمك تعرف علومي، يوم اللي على القهوه شورك وهدايه الله بقرب عندك. تفضل. السلام عليك الحرمات. عليكم السلام والرحمه. مرحبا. ايه ذا؟ القهوه. ان شاء الله. الا ام احمد بخبرك، هاتي لي من ذيك الحلاوه اللي ذاك اليوم الشفايه يبتيها، اسميها فنانه غاويه قدام القهوه. شو هاي اي وحده؟ هي هذه تعاد انا ما افطنها يا غير اسمها غلج شويه، اظني انها مو شو شي اسمها. اي وحده؟ هذيك الحلاوه اللي هاكلهم يبتيها اللي في الغنجه، هاي اسمها الله بسمها شو بعد هي بروس مرفسو وري هذه ترمسو. هي ترمسو. هي هذه هي هذه اللي طريتيها، اسمها وايد غلج يا ابو احمد، ما افطنها انا مره ما يجي على لسانيه لا غير غاويه. لا اقول لك لا تبي لي صبعين منها، هاتي لي خمسه سته، هاي حلاوتكم بسرعه تفسد في البطن. نعم ايش تبغين انت الحين؟ بالله عليك ما تقول لي شو اسوي؟ انا هات ترمسوك انت يجيب من الفندق وجيمه الصينيه الوحده 650. غيبه غيبه 650 650 يا الظالمه. زين شو اسوي؟ ما عندك حبتين ثلاث مني من ذاك؟ والله هذا غريب، انت وين تخلي ما شاء الله تاكل اربع اربع؟ اي تبي لي شيء انا اول مره اشوفه مو بالله اربع اربع لا عشر عشر بصرت 650 انا صارت صح 650 حاجه لي زين الحين؟ تعودي خلق الله على اكل خمس نجوم والحين نحن نتوهق؟ هذا الفقير المسكين من يهني حد سح وكوى وانكثر بثيث، الحين وين يجيب لنا ترمسو؟ انت الحين شو الحل يعني اطلب ولا لا؟ شو تطلبين 650 انت ويانا؟ شوفي دوري لك نبج، اذا ما شيء نبج تمر حطي داخل هاي لوز ما لوز يبي كوا طحني اي شيء هاتي لفقين ما يخصه مول. اسمعوني يا عائلة الغش، اسمعوني زين، نحن لازم نتقشف بصراحة، في الحالة اللي نحن فيها يجب علينا التقشف كلنا من صغرنا إلى أكبرنا، يجب علينا أن نتقشف ولمدة 18 إلى 28 يوم. عفواً أبوي، يعني أنت شو تقصد بالتقشف؟ يعني مثلاً تبغينا ناكل خبز رقاق ونشرب لبن مثلاً؟ حطي لسانك في لهاتك وكلي من تبن وسكتي، احترمي نفسك لما أبوك يتكلم. أنا ما قلت كلو خبز رقاق ولبن، أنا أقول يعني نتقشف، يعني لازم نراعي مصروفنا، يعني بدل انتم ما تاكلون هاي اللي يسمونه الترمسو اكلوه بثيثو، بدل ما انتم تشربون شوربه سي فود الدال ما بلا شيء لذيذ وحلو. والاخت الفاضله ام التراث عندكم ضبابه، هي بتعين وبتعاون وبتدلكم على الاكلات الخفيفه اللذيذه المقتصده، وبعد ما لازم تتدخلون بعود خذوا لكم دخول مال جبل علي. ايوه والورد ان شاء الله بشو تبون نبدله؟ قراطيس مثلا؟ يا اخي بعدين هذا ما يسمونه تقشف، هذا بخل. انا يا اخي انا يا اخي ما اطرشك الحين عند سبران؟ ما تحترمين نفسك وتحشمين نفسك؟ تكلمي عادي مثل الاوادم. الورد اكثر شيء خسرنا في هذا البيت الورد. يا ابوي خلاص انا بمشي على كلامك وعلى هواك، تبغي تعيش هارون في زمانك حاضرين، تبغي تعيش شومبيه بعد حاضرين. شومبيه؟ أنا شمبي يا عتوقة توباك؟ أنا شمبي؟ أنا؟ الله الحين قمتي تعايريني يا عتوقو؟ عتوقو؟ تعايرين شمبي لأنه صار فقير مسكين؟ تعايريني؟ عفواً أبوي بس أمي ما عيرت، يعني هي كانت وايد سلسة وياك وبتستوي مثل ما أنت تبغيها تكون. قبي 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 افتحي لنا الباب تعطيني محاضرة يلا بسرعة. سيدة المجتمع الراغي اختنا انا واخوي موجود هنا؟ طبعا موجودة، حياكم تفضلوا يا الخوال. شي
شو اللي استوى؟ وين الورد؟ ابوي ذبل الورد، ما شي ورد، مات الورد. حتى البلابل وين؟ ما اشوفهم. ما شي بلابل طال عبرك، استبدلناهم باثنين غربان. اقول اختي ميثا، انا واخوي عبيد جايبيلك يا هذيك اليوفه الحلوه، جايبيلك صفاقيات وجايبيلك ربيان هالكبار هذا وحمى وشو بعد؟ جايبيلك بعد نغاره. ايه من راس خيمه. نعم. فرش طازج يعني. نعم يا اختي ميثا، احنا نعرف انك تحبين هاي الاكلات الطيبه، هاي الرغي، هاي يبنى لك الطيب يا اختي ميثا. نعم. وكل هذا ب 930 ريال بس. فلس حمر، فلس ببعد نغر وحمى، فلس حمر ما بدفع، مو ب 900، فلس حمر ما بدفع. يا الله بالستر يا غريب، عنبو جايبين له بستر، هذيلا الصناديد هدية حق ختم وتقولهم فلس ما بدفع، ما يبون بيزاتك فضل عنك إن شاء الله. مريومة وانت ياس مثل البودة، قومي سيري بالعود، قومي. ما عندنا عود، خلص بح. عندنا حرمل كان تبون، ما تزن يمدحونه عن الحسد والسحر. انت كده هاي قلة التربية. العلم قال لك عود يعني عود. انا بسألكم سؤال زين، انا بس شو ذبحتينا انت هيك؟ ايش كبرت وجالسة على الكرسي؟ ايش مكان مثل لوادم بروحنا حالة تقشف، سوي تقشف انت حق جسمك بعد. انا تشتبغل تشتبغل من يبغي عود الحين؟ انا وانا بعد. يا الله يا اخويا غريب، هاك اليوم الريح اللي تدخنتون منها للحين في اسبوع اسبوع الريح فيها. ويدي يا الله بالستر، منو ما يحب الريح الطيبه والخنونه، الا في بعض الناس الله يهداك ما يدانون الخساير. تحديني يا ذو السله اللي اعطيتينا اياها اللي فيها ورد البجوري وديت البيت، شي ماتي عيز منها عيز الفريج هاي، سيري وشلي جوريتين وحطيها فراسك ورقديبها. تدريني يا ذو شو استوافه؟ شو استوافه بعد؟ اكيد ريحه ابوي قامت تهب كلها جوري. اي جوري يا ذو؟ اصبحت الصبح النمل والسماسيم ناقل جسم. مريوبة ميرو الله يخزكم من بنات ده ده يا ابن عود يعلكم ان شاء الله سريع. هاي تعال ابوكم على فص تشتغلون، تو تضحك تو تساعد، ايش بلاك؟ ما عندنا عود، قلنا لكم ما عندنا عود، تبغون دخون؟ غريب ما بحالها، شو دخون؟ شو دخون الله يهديك؟ شايفنا يغوش يغساوتنا وعبينا حريم، احنا حريم قلنا شده. حرام اني ما نشيت، انا بنش حرام ما نشيت، انت بيتي عنبوه بلاكم انتو. سير وبطلوا الباب. زيد وف 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 خير يا لا عسى ما شرع باس. ليش يا ربي؟ بو احمد ما شاء الله احنا عرفنا عاد انتو تهبون الحياة الراقي شوي عادة. بلي توسينا عليكم، ها سوينا التوسية حكي راس يا بينالكم، ها زولية نمبر ون مخيوطة بالإيد 3 سنوات يخيطونه، جيمت بس 300,000 درهم حقك. بلى. كم؟ 300,000 درهم بس. 300,000 تومان ولا درهم؟ درهم درهم. 300 حقي أنا قولي. بلى 300,000 زين يوم 300 حقك، أما كان أي برا يبيون أكثر 300, 500, 600 يمكن وزيادة بعد. آه خب يمكن دادة ميتو يقال إجنال در زيادة شادادة بيشت نقاب بكون هذا بلاد يكون بختر ماما. بلى. ها. شو ماما شو؟ منو؟ منو؟ كيف؟ منو؟ 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 شتبو أنت هاي شتبو الحين بالضبط؟ بابا زولية حقك لأن تحب الحياة الراقي، يبنوا لك زولية وهاي ب 300,000 درهم. أنا مال 300 عباس؟ بلي بس هذا ثقيل عباس. لا خفيف بو أحمد شوفي. شوفي. عباس تقدر تمشي فيها يعني هذه؟ عادي بو أحمد شوف مثلا تمشي قدام ترجي ورا شوية تمشي برا سرعني تدخل. شو فيها الحياة الزقنبية؟ الحياة الزقنبية شو فيها؟ أحلى حياة؟ ها؟ عايش أنت مرتاح؟ يعني لازم أنت تعيش حياة مخملية؟ هي هي.